شاعر والوالد سيد ساشم السيد احمد رفاعي كوكب حند عنده كان شاعر واختنا السيد ساشم رفاعي يقول قلت اطير بوارثي عن الايات الى الباقيات الصالحين هو اللي يعني وارث محمد بن هدى الصيادي هو محمد مهدي الدين الرواس اصاحب بيتي كلما قام في الورى اصاحب زوال وشكل البارزات خيال اشارات امر ذل الامر لها مضامين العقول ظلال فقوم بها شدت حبال قلوبهم وقوم لهم عند القديم حبال هم النوم والرؤيا بكل صنوفها لها عند أرباب الفهم مثال فإن قمت ما بين الحوادث بارزا وفوقك من نور الظهور جلال فاتبع فلا تبغي إلا الله والزم طريقتي وادعو زمر الحن حاسدي أن ما لو فأنت على عقل تنور بالهدى وفيهم عن الشرك الخفي خبال ذباب رأوا فوق الجبال وجودهم إلا هم ذباب والجبال جبال وللسر حكم الله يفرغ له الدين من بيت النبي رجال وشكرا.